بحضور الجولاني تخريج أول دورة من الكلية العسكرية بإدلب. قصف مدفعي للنظام يطال مسجدا ومنازل مدنية في شنان بريف إدلب. محكمة فرنسية تبت غدا بقضية الثروة الضخمة لرفعة الأسد جزار حماة. هيئة التفاوض تقول تركيا لن تتخلى عن دعم الشعب والمعارضة السوريين. استبعاد نظام الأسد يحل أكبر العقبات أمام عقد قمة الجامعة العربية بموعدها. بابا الفاتيكان يقول إن الأزمة السورية لا تزال من أخطر الأزمات عالمياً. الأمم المتحدة تخصص 30 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بسوريا. بعثة إيطالية إلى سوريا لاستكمال التنقيب عن آثار مملكة إبلا بريف إدلب. الليرة تسجل 4420 ليرة أمام الدولار. 60 نبضة. أخبار شام.